الحق العاشر وما ملكت أيمانكم وهم الأرقاء سواء كانوا عبيدا أم إماء، وذلك لحاجتهم إلى الإحسان فإنهم مملوكون مستضعفون. ولذا قال جل وعلا في بيان صورة من صور الإحسان إليهم: وأنكحوا الأيامى منكم، ثم قال وهو موضع الشاهد: والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا طلب الرقيق الزواج فليزوجه سيده، فهذا من الإحسان إليه. ومن صور الإحسان أن الرقيق إذا رغب أن يخلص رقبته من الرق فطلب من سيده أن يكاتبه على مبلغ من المال، فعلى سيده أن يدعه للعمل لتحصيل هذا المال. قال عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. بل ومن صور الإحسان أنه إذا وفى دين مكاتبته يعطيه السيد جزءا من هذا المال، واختلف العلماء في تحديده. قال عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ومن صور الإحسان ألا يكرههن على الزنا. ولذا كان لعبد الله ابن أبي ابن سلول كان له جاريتان يرغمهما على الزنا لتحصيل المال وهن يكرهن ذلك. قال عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي الزنا، إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. والإسلام حث على تقليل الرق، ولذا جعل عز وجل في كفارة القتل الخطأ تحرير الرقبة. قال عز وجل: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وكذا في كفارة الظهار كما في سورة المجادلة، وكذا في كفارة اليمين كما في سورة المائدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذا إن دل فيدل على عظم هذا الإسلام ورحمته بالإنسان.